مندوبا عن دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور، رعت وزيرة الثقافة الدكتورة لانا مامكغ حفل إطلاق جمعية رابطة الأكاديميات الأردنية الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب. وتحدثت الدكتورة مامكغ عن أهمية ودور المرأة الأردنية في العمل الأكاديمي والبحث العلمي وأهميته في إحداث تغييرات إيجابية وملحوظة لدى الطلبة. عندما تصل المرأة الأردنية إلى أن تحمل لقب أكاديمية، نعلم جميعا كم تتعب، لأن موضوع تعدد الأدوار التي يعني المرأة ما بدي أقول ضحية لها، لكن واجبها هذا التعددية في أداء الأدوار يلقي عليها مهاما أكثر تعقيدا حتى تصل إلى حمل لقب حاملة ماجستير أو دكتوراه. وأوضحت الدكتورة لبنى عكروش رئيس الجمعية الأهداف التي تقوم عليها الرابطة في رفع الوعي المجتمعي وتغيير الصورة النمطية للمرأة وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع وتبني قضايا المرأة الأكاديمية والاجتماعية والسياسية. قمنا على تأسيس هذه الرابطة بمجموعة من الأكاديميات الأردنيات من الجامعات الحكومية والخاصة. تم تسجيل هذه الرابطة ب 7 أيار 2014، يعني من حوالي سنة. هدفنا الرئيسي طبعا أنه نجمع أكبر عدد ممكن من الأكاديميات الأردنيات في الجامعات الحكومية والخاصة لعمل طبعا تحقيق هدف رئيسي أساسي، وهي تنمية طبعا البحث العلمي والرقي بالبحث العلمي، والأهداف الرئيسية بتفعيل دور الأكاديميات في كل الجامعات وبناء قواعد بيانات رئيسية لكل الأكاديميات في الأردن. وأكد الدكتور رضا الخوالدي رئيس جامعة مؤتة على أهمية حضور المرأة ومساهمتها في المنظومة التعليمية وتميزها في الوسط الأكاديمي. حقيقة هذا فخر لنا في الأردن بإيجاد هذه الرابطة، وحقيقة سنعمل كرؤساء جامعات إلى دعم هذه الرابطة، وسنقدم لهؤلاء الزميلات كل دعم لتكون المرأة الأردنية شريك فعلي وشريك حقيقة قوي في العملية الأكاديمية وفي تطور التعليم العالي والتعليم في الأردن من كافة الجوانب. ويشار أن الجمعية تأسست في أيار عام 2014 وتضم أكاديميات من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.